تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة. وقد أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهنيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على هذه الدول وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد لهم من التقدم والازدهار.